كشاب لاجئ فلسطيني، نحن كلاجئين على يقين بأن العودة قريبة بإذن الله لوطننا الحبيب، فإن شاء الله بلحظة عودتنا رح نصنع مجموعة من الأجهزة المتقدمة جدا في هذا المضمار إن شاء الله. عمرو درويش، فلسطيني من مخيم البداوي، أصلي من قرية نحف قضاء عكا في فلسطين، من أراضي 48. قمت بمجموعة من الابتكارات الهندسية هنا في لبنان من اللجوء الفلسطيني، وقمت بتسجيل 3 براءات اختراع في وزارة الاقتصاد والتجارة هنا في لبنان. دمج ما بين الدراسة الأكاديمية اللي هي إدارة واقتصاد مع الميول والشغف في مجال الابتكارات العلمية، قدرت أحاول يعني أدمج الأمرين حتى أكون قادر على التنبؤ بحاجة الزبون والمستخدم وحاجة الناس في الأسواق. فمن هون كان المنطلق والدافع لأنه أنجز مجموعة من الابتكارات اللي بتساهم بحفظ الأرواح الإنسانية وتسهيل النشاطات البشرية. الابتكار الأول كان بلو درايف 48، هو عبارة عن جهاز يتم إضافته إلى الآليات الثقيلة، بيحول قيادتها من القيادة التقليدية إلى قيادة حديثة عبر سمارت فون، عبر الهاتف الذكي. هذا الاختراع بيساعد المعوقين وأصحاب احتياجات الخاصة، وكذلك السائقين اللي بيعانوا من العمل في الأماكن الخطرة حتى نحافظ على الأرواح الإنسانية. من الصعوبات الأساسية اللي عم تواجهني هي إيجاد القطع الإلكترونية اللازمة، لكن عم بحاول أتفادى هذه الصعوبة من خلال استخدام قطع سيارات الفرط وبعض ألعاب الأطفال، عم بستخرج منها بعض المحركات الصغيرة والقطع الإلكترونية، وكذلك بعض القطع عم بصنع يدويا، أحاول حتى أجد بدائل للقطع اللي عم تلزم من الخارج. هذه المنظومة تقوم بمجموعة مهام كذلك عبر الهاتف الذكي، تتألف من 3 أجزاء رئيسية، عبارة عن روبوت للإطفاء، وكذلك بيت حاضن لهذا الروبوت وهو مزود بألواح طاقة شمسية حتى نستخدم الطاقة النظيفة، وهو توجه الدول الصناعية الحديثة والمتطورة للحفاظ على البيئة، وكذلك يحتوي على سكة رافعة لهذا الروبوت بميزة غير مسبوقة عالميا، يلي هي إمكانية أن روبوت الإطفاء يتسلق إلى الشرفات والنوافذ ويقوم بعملية إطفاء الحرائق لداخل الشقق. في بعض الصعوبات، يعني اليوم لما نتكلم نحن في للأسف بالدول المتقدمة التي تقدر العلوم وتقدر الإنجازات الهندسية، عندما يقوم الشخص بابتكار شيء جديد يتوفر لديه مجموعة من الأخصائيين والاستشاريين والمهندسين وأيضا المصانع والمعدات المهيئة للتصنيع، بينما أنا عم بصنع بجهد فردي، تخيل يعني عم بلش من التخطيط، التنفيذ، عمليات القص، الحام، الدهان، الجمع، البرمجة، يعني مثل ما بقولوا من الألف إلى الياء عم بقوم بكافة المراحل بجهد فردي، وكذلك بميزانية شخصية وكذلك بجهود فردية. فاليوم يعني يمكن تقدري يعني حجم الصعوبات من خلال إنجاز بهذا الحجم باللجوء الفلسطيني، بحيث لا وجود لقطع أساسية، كل قطعة بنستعملها هي قطعة قديمة مستعملة عم نحاول نخليها تقوم بهالمهام الموجودة. الابتكار الأخير هو ابتكار كورونا فايتر، مكافح كورونا 48، هو عبارة عن جهاز إلكتروني صغير يتم لصقه بالهواتف الذكية ويقوم بمجموعة من المهام لحملة الهواتف الذكية. من المهام التي يؤديها هي عملية التعقيم، يوفر عملية التعقيم لحامل الهاتف الذكي خلال نشاطاته اليومية، فيمكن اصطحابه بسهولة في الجيب مع هذا الجهاز، وأيضا يقوم بعملية الشحن اللاسلكي، يوفر خدمة الشحن اللاسلكي لأصحاب الهواتف الذكية. واحدة من العوائق الأساسية هي أني ما عم بقدر أسجل الاختراعات باسم الشخصي، لابد من وجود وكيل. فكما نعلم يعني الواحد لحتى يحفظ حقوق الملكية الفكرية ويطور حاله، إذا بده يفتح مؤسسة خاصة فيه بده يطور صناعاته، لابد أنه يسجله باسمه الشخصي، وهذا حق لكل إنسان على وجه الأرض بأنه يحفظ حقوق ملكيته الفكرية. فالإنسان يتعب ويجتهد يعني ليل نهار آخر يوصل لنتاج علمي جديد غير مسبوق، من حقي أن أحفظ لأبناء شعب الفلسطيني وأن أسجل في الموروث العلمي الفلسطيني بأن نحن أصحاب هذا السبق العلمي. والله رقم 48 يعني كلنا بنعرف ارتبط في اللاوعي الفلسطيني بالسوداوية والأحزان، فحبيت أحول هذا الرقم اللي هو كان رقم النكبة
الى شيء من الانجاز العلمي حتى نمحي ان شاء الله هالفتره السوداويه اللي مرت ويكون فتره تفاؤل وتحفيز للشباب الفلسطيني بانه نحن من اللجوء الفلسطيني باذن الله عائدون الى وطننا وهذه النكبه ستنتهي باذن الله وهذا الرقم سوف نرفقه بانجازات علميه غير مسبوقه. شبابنا ما حدا يقول انا ما بقدر، كلياتنا قادرين، صدقوني مش شرط تكون ضمن الاختصاص، كلياتنا قادرين، ان كنت دهان، ان كنت مليس، ان كنت معمرجي، ان كنت طالب، ان كنت خريج، قادر من خلال تعاملك الحسن مع محيطك، مع بيئتك، مع الثقافات الثانيه، مع الشعوب الثانيه، تعكس القيم الفلسطينيه اللي تربينا عليها واللي تعودنا عليها.